بعد ايام من شيوع خبر التعيينات التي صدرت عن وزيره الشؤون الاجتماعيه والعمل ذكرى الرشيدي خرجت الوزيره عن صمتها مصرحه ونافيه ان تكون قد استغلت المنصب الوزاري لتعيينات اقارب لها الرشيدي قالت ان ديوان الخدمه المدنيه وافق على الاستعانه بشقيقتها والصرف لها مكافاه ماليه وانها لم تعين اي قريب لها حتى الدرجه الخامسه او السادسه في اي مناصب وقد وصفت ارشيد ما تتعرض له بالحمله الشعواء متوعده بمواصله عملها لمحاربه الفساد في سوق العمل ومن يقف خلفه